مساء الخير عليكم. في فيديو حكاية النهاردة هنتعرف على 7 فنانات جميلات جدا وسنهم فوق 50 و60، وهنكشف ليهم كمان عن سر احتفاظهم بجمالهم لغاية دلوقتي. بس قبل ما نكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك، عايزين نوصل الفيديو ده لألف لايك. ودلوقتي يلا بينا نكمل الفيديو بس بعد الفاصل. الفنانة ليلى علوي اتولدت في 4 يناير سنة 1962 وعمرها دلوقتي 59 سنة. أما عن سر جمالها فكشفت ليلى علوي عنه وقالت إن هي بتحاول قدر المستطاع عدم وضع المكياج، وده لما بتكون مش مرتبطة بعمل، وإن هي بتحرص دايما على استخدام الزيوت الطبيعية لتعزيز جمالها زي زيت جوز الهند والجرجير، وده مع حرصها على أخذ قسط كافي من النوم وشرب الكثير من المية. الفنانة شريهان اتولدت في 6 ديسمبر سنة 1964 وعمرها دلوقتي 57 سنة، وسر جمالها وجمال شعرها لغاية دلوقتي. قالت الفنانة شريهان إن من أشهر الوصفات اللي بتستعملها بشكل دائم هي خلطة الثوم وزيت الزيتون، وإن هي بتقوم بنقع 5 حبات من الثوم في زيت الزيتون لمدة 2 يومين على الأقل، وبعد كده بتقوم باستعماله مرة في الأسبوع أو مرة كل أسبوعين. الفنانة غادة عبد الرازق اتولدت في 6 يوليو سنة 1970 وعمرها دلوقتي 51 سنة. سر جمالها وشبابها الدائم هو إن هي مش بتستغنى عن المأكولات المطهوة على البخار والبقوليات لصحة وحيوية الجسم، علشان بتحتوي على كميات كبيرة من الألياف والفيتامينات والبروتينات. الفنانة سميرة سعيد اتولدت في 10 يناير سنة 1958 في الرباط بالمغرب وعمرها دلوقتي 63 سنة، وسر جمالها لغاية دلوقتي هو إن هي بتلتزم جدا بممارسة الرياضة بشكل يومي، وإن ده هو السر الحقيقي استمرارها بروح الشباب والحيوية. وقالت الفنانة سميرة سعيد إن هي بتمارس جميع أنواع الرياضة وآخرها ممارسة رياضة السباحة. الفنانة ندى بسيوني اتولدت في 2 نوفمبر سنة 1963 وعمرها دلوقتي 58 سنة، وسر جمالها لغاية دلوقتي قالت ندى إن سر شبابها هو شرب الماء الساخن، وأكدت إن دي وصفة فرعونية قديمة وثبت نجاحها. الفنانة يسرى اتولدت الفنانة يسرى في 10 مارس سنة 1955 وعمرها دلوقتي 66 سنة، وعن سر جمال يسرى قالت جمالي النوم الكتير وتنظيف البشرة بكريمات العناية اللازمة. وقالت كمان إن الطعام الصحي بيلعب دور مهم جدا، فمن الصعب إن هي تاكل الأطعمة المالحة أو المليانة بالدهون اللي بتأثر على صحة البشرة. الفنانة إلهام شاهين اتولدت 3 يناير سنة 1960 وعمرها دلوقتي 61 سنة، وسر جمالها في إن هي حريصة على المشي بشكل يومي، وده علشان بيجدد الدورة الدموية وبيفيد البشرة وكل أجهزة الجسم. وقالت الفنانة إلهام شاهين إن هي بتحافظ على بشرتها بعدم استخدام المكياج كتير، ومش بتستخدمه في حياتها اليومية، ومش بتلجأ ليه إلا عند تمثيل أدوار بتحتاج للمكياج أو في المناسبات المهمة. فيديو حكاية النهاردة خلص، بس لسه حكاياتنا مخلصتش. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو أول مرة بتشوفنا، علشان يوصل لك كل جديد على قناة حكايات النجوم.